المتسبب بكل هذه التظاهرات والاحتجاجات التي هزت الولايات المتحدة؟ فلسطيني من مدينة الخليل. قد يبدو هذا العنوان غريبا وقد يبدو ساذجا إذا قرأتموه مثلي أثناء إعداد هذه الحلقة وعبر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بعد التعمق هناك شيء من الواقعية في مثل هذا العنوان الكبير. فهل تساءلتم خلال الأزمة الأمريكية الأخيرة عن سبب اعتقال جورج فلويد الذي أفضى إلى مقتله على يد شرطي أمريكي في مينيابوليس؟ الحقيقة هي بسبب علبة سجائر أراد فلويد شراءها ودفع للمتجر $20 ليتضح بعدها أنها مزورة، وذلك بعد خروج فلويد ومن معه، ويقوم البائع بالاتصال بالشرطة، وبعد ذلك نعرف جميعا ما حدث. تبين بعدها من صاحب المحل الذي اشتكى للشرطة وهو محمود أبو ميالة، أمريكي من أصول فلسطينية وبالتحديد من مدينة الخليل التي تعرف بأنها تضم أمهر الاقتصاديين الفلسطينيين وأكثرهم معرفة بأمور التجارة حتى بات يضرب المثل بهم. وفورا اتجهت الكاميرات إلى أبو ميالة الذي أكد أنه لم يكن موجودا وقت الحادث، وأكد أيضا تضامنه مع المحتجين. The victim came with another $20 counterfeit bill, and that was not caught. It was taken after George Floyd left the establishment. Our staff made a practice protocol to the police. When the police arrived, George Floyd was still at the scene, and that's when he was arrested. What took place outside after that was not in our hands. The murder and execution was something done by the police, and the abuse of power and the police brutality needs to stop. While the officer had his knee on his neck, and she was crying, telling me, Mike, what should I do? The guy can't breathe. They're killing him. I said, call the police on the police. الخبر بكل تأكيد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في فلسطين التي تداولت هذا الخبر بشيء من الاستغراب والطرافة أيضا، إذ كتب عمر بلتاجي: طلعت قصة أمريكا من وراء صاحب سوبر ماركت خليلي، المقتول اشترى بمصاري مزورة والخليلي بلغ الشرطة وصار اللي صار وولعت أمريكا. أما قصي فكان له تعليق آخر: للأمانة صاحب المحل ما كان بيعرف القصة، ولما صارت هو اللي سرب الفيديوهات من كاميرات المحل حتى لحظة اعتقال جورج فلويد من المحل. وعلقت سوزان بتعليق آخر: صاحب المحل لم يكن موجودا والتصرف كان من أحد البائعين للأسف. وأيضا تغريدة رابعة وأخيرة لساندي قالت فيها: هذا هو الإجراء المتبع عادة، وهم مجبرون على التبليغ عن أي عملة مزورة يتم تقديمها في المحل.